مرحبا بكم الناس الكل، معكم مهدي الزبيري. مازلنا مواصلين في الفورماسيون تاع الاردوينو نتاعنا، وان شاء الله اليوم بعد ما قرينا الوايل لوب ان شاء الله باش نعملوا عليها تطبيق مزيان. شنو باش يكون التطبيق هذا؟ باش نعملوا سيستم لا تشعل كي ننزلوا على القرص، وكي نهز صبعي على القرص الليد هذيك ما عادش تشعل. العمليه سهله ياسر، اما بالطبيعه باش نعملها على باز دي الوايل لوب. خلينا نشوفوا مع بعضنا كيفاش لهنا. اول حاجه لازمنا نبداو بالكابلاج. خلينا نمشي نعمل الكابلاج نتاعي لهنا. كيما قاعد نحكي لكم باش نعمل السيستم نتاعي لازمني بوطون. اولا خنقول كلمتين على البوطون. البوطون باش نستعملوه بوش باتن كيما هذايا. خلينا نفهموا بالباهي البوطون شنو هي الخصائص نتاعو باش نجمو الكابلاج نتاعنا نجيبوه صحيح. ناخذ ورقه بيضاء لهنا وخلينا نفهموا مع بعضنا. شوف معايا، احنا طاوش نصنع بوطون. شو البوطون نتاعنا كيفاش باش يترسم؟ لهنا ناخذ بلس في سي سي، ولهنا نجيب البوطون نتاعي هذا هو البوطون، وبعد تالي لهنا باش نعمل ريزيستور، ولهنا باش يكون الماس نتاعي. ونحب نقول لك حاجه، انه الريزيستور هذه باش تكون الريزيستونس نتاعها كبيره برشا، باش تكون من 4.7 كيلو اوم ل 10 كيلو اوم. معناها كيما قاعد تلاحظ لهنا الريزيستونس هذه شائعه برشا وكبيره برشا، وضو نفهم ودورها علاش كاكا معموله به. وبعد تالي لهنا باش نجبدوا خيط ما بين الانتربتور والريزيستور هذايا. شو اللي عندنا لهنا خيط هذايا نستعملوه باش ندخلوه في اي اونتري، سواء في اونتري نتاع فونكسيون اي، ولا اونتري نتاع فونكسيون او، ولا حتى اونتري نتاع اردوينو. مثال هنا باش نصور اردوينو، مثال انا تبسيط هنا، باش ناخذ بين 3 على سبيل المثال، نقول هذه بين 3 ولا 4 ولا اي بين اخرى. البينات هذوما راهم ما لازمك تعطيهم يا 5 فولت يا 0 فولت، نحكيو على ديجيتال، هنا الانالوج نعملوا عليه فيديو وحده اصلا. باهي، خلينا نفهم الكونسيبت نتاع القرص وقهوة نتو. لهنا البين هذه رد بالك تسايبها مسيبة في الهواء، خاطر البين هذه كي تسايبها مسيبة في الهواء باش تولي تاخو فالورات بار ديفو 5 0 0 5 مشقعبة، خاطرش تتأثر بالفريكونس اللي موجود في المحيط. معناها أنت هذيك كان مش تحط لها صفر وصل لها 0 فولت، كانت تحب تخدمها هاي معناها 5 فولت وصل لها 5 فولت لداخل. باهي، باش نجيب القرص نتاعي لهنا واش نربطو في اللونتري هذه. نشوفوا مع بعضنا لهنا العمليه كيفاش باش تخدم، والدور نتاع الريزيستور هذايا، وعلاش اصلا القرص تصاور هكا، وعلاش الخيط خذيناه من غادي. باهي، خلينا نتبعوا العمليه. السيدك طاوش ناخذ القرص ماهوش مسكر، مسايب هكا، شنو باش يجرى؟ فماش كورون متعدي من هنا ما ينجمش يتعدى، شو يولي لهنا شنو نوصلوا البين 3 شو اللي نوصلوا الماس؟ ها هو لك حل هذايا، وصلوا الماس. معناها كي القرص مش منزول، البين 3 موصلين لها 0 فولت، هاي اليسر، هكا هاي اليسر. واول ما ننزل على القرص شنو اجرى؟ نشوفوا مع بعضنا لهنا، ناخذ كولور مثال روز. اول ما ننزل على القرص معناها سكرته، شوالي الكورون يتعدى من هنا، يتعدى 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 ويجي لهنا. الكورون منين باش يتعدى تو؟ باش يشق على الاردوينو على البين هذيا وش يردها هاي، خاطر جايبين لها في سي سي معناها 5 فولت من هنا، ولا الكورون باش يتعدى لهنا ويروح على الماس. احنا نعرفوا خاصيه من خصائص الكورون اللي هو بخيل، ما يحبش الطريق اللي تعبه. لهنا عنده ريزيستور كبيره برشا، وهيك عليه خذيناها كبيره برشا، من 4.7 كيلو اوم ل 10 كيلو اوم، هذه تسمى ريزيستور دي رابيل ازيرو. ولا الكورون هذايا يتعدى من الاردوينو، صحيح لهنا فما مقاومه في الاردوينو ولا في اي فونكسيون اخرى، لكن بالطبيعه باش تكون اقل من المقاومه نتاع الريزيستور هذه. بالطبيعه الكورون شي خير اللي هو يتعدى من هنا. وكاكا كي ننزل على القرص يولي يوصل للونتري نتاع الاردوينو نتاعنا هذه 5 فولت، معناه كل قرص مسايب هانا قاعد يوصلنا 0 فولت، كل قرص منزول هانا قاعد يوصلنا 5 فولت، كيما نحبوا بالضبط. هذه باش وصلنا خلينا 3 مسايبه في الهواء ما صارتش. باهي، نستخيلوا مع بعضنا توا انه الريزيستور هذايا مش موجود. شوف المشكله الكبيره اللي نجمو نواجهها، الكورون هنا كنسكروا الانتربتور باش يتعدى من هنا توا كالعاده. هاوش ناخذ بكولور مثال ازرق، شي يتعدى من هنا شي يتعدى من هنا شي يتعدى من هنا وشوف من هنا. شوف الكورون شي خير توا، انا خير له يتعدى من الاردوينو لهنا وش يشق بريزيستونس، صحيح باش تكون قليله لكن شي ترسلو يتعدى بريزيستونس، فيها شويه تعب ولا طول يروح للماس من غير تعب. والكورون قلت لكم بخيل، بالطبيعه باش يمشي يروح للماس طول. لهنا بلس في سي سي مربوط في الماس، نحكيو على كور سيركوي، هيك علاش لازم الريزيستور اللي نحطها لهنا لازم تكون الريزيستونس نتاعها قويه برشا تريزيليفي، باش نبعدوا على المشكله هذه نتاع الكور سيركوي. هذا هو الانتربتور كيفاش نستعملوه. به حاجه اخرى نحب نزيد نفسرها، لهنا احنا قاعدين نستعملوا في بوش باتن. شو منظر البوش باتن هذا؟ ديجا فيها اربع ساقين، فيش يعملوا الاربع ساقين هذوما؟ خلينا نفهموهم مع بعضنا. نرجع للورقه نتاعي ونصوره لكم البوش باتن هذا. البوش باتن نتاعنا هذا البوش باتن، ها مربع كبير في اربع ساقين، هذه ساق وهذه ساق، هذه ساق وهذه ساق. نحب نقول لك انه البوش باتن هكايا فيه دو انتربتور، فيه زوز انتربتورات
نجم تخدم بواحد بركة انت بطبيعة. هذايا انتربتور على روح، هذايا درقها انتربتور على روح، ومن نوطة اشترقها انتربتور على روح. معنى انت كل زوز ساقين هذوك على روحهم تخدم بهم بعض. معنى هذا عبارة على بوطون على روحه، وهذا عبارة على بوطون على روحه. نجم تستعمل واحد واحد وبركة كما في التمرين اللي باش نخدموا به. هذوما الكلمتين اللي حبيت نقولهم قبل ما نبداو نعملوا في الكابلاج نتاعنا باش ما نغلطوش فيه. نرجعوا للورقه نتاعنا طاولة هنا، واش نبدا نعمل في الكابلاج؟ نجيب البوطون نتاعي، باش نخدم منه كان بزوز بارتيات، باش نخدم بزوز بارتيات هذوما. ديجا لهنا هو كاتب لك، هو شو اللي نش كاتب لك؟ تيرمينال ديزا، تيرمينال ان ا، هذا على روحه الا. شو اللي شنو كاتب لك؟ تيرمينال دو بي، تيرمينال ان بي، معناها بارتي بي وبارتي ا. احنا باش نخدموا بالبارتي ا لهنا. نشوفوا مع بعضنا تو كيفاش. كما صورنا بكري بالضبط، لهنا عندي الانتربتور نتاعي، شناخو الريزيستور نتاعي طاولة هنا باش ندورو. هاو دورتو، كيفاش ندورو؟ ننزل على الار كما كلمته روتاسيون، هاني دورتو وباش نحطو لهنا. من جهة الريزيستور هذايا باش نروح بيه للماس، لأن تو نجيب الماس هذا على الكل، خل نحطهم من طاو باش ما ننساهمش. باش نجيب لهنا الماس نتاع الاردوينو ونحطو على الكل، طاو هذا الكل فيه ماس. والفي سي سي هذا نجيب من الاردوينو ويولي هذا الكل فيه في سي سي. والبارتي هذه باش نربطها، باش نربطها بالفي سي سي. ولا عندنا طاو البوطون اللي مصور بكري، هذا هو البوطون صورناه بكري، هو نفسه. الخيط منين نجيبوه؟ اني لنا فسخت الريزيستور، اما الخيط نجبدوه ما بين الريزيستور والانتربتور. نرجع للكابلاج نتاعي، معناها لاني كنحب نجبد خيط، اعرف روحك راك انت تجبدو ما بين الريزيستور والانتربتور، معناها تجبدو من البارتي هذه، هذاك هو الخيط نتاعك. شنو نعمل يعني طاو؟ باش نعمل حاجة أخرى، باش نخدم لاد، باش نجي نعمل كابلاج نتاع اللاد نتاعي، هذه اللاد نتاعي، باش نجيب لهنا ريزيستور كالعادة، الريزيستور هذي خنبدلها الفالور نتاعها، هذي 1 كيلو أوم، باش نردها 10 كيلو أوم، قلت لكم لازم يكون كبير الفالور لهنا، وهذي ريزيستور دي ليميتاسيون دي كورون، هذي تكون ضعيفة، باش ناخذها 220 أوم، هذي جوست باش اللمبة ما تتحرقش وكا هو، معناها باش نقص كابات الكترونات باش اللمبة ما تتحرقش، الأخرى باش تحمينا من الكور سيركوي، 220 أوم، هاي اليسر. بعدين شو نعمل هنا؟ باش ناخذ بين من البينات اللي انا باش نبعث لك نبروغراماها، مثال خذينا البين 3. البين 3 باش نجي نحطها في الانود، بالبين 3 باش نولي نخدم اللاد هذيك، والكاتود بطبيعه باش نروح به للماس. هان الانود كيفاش عرفتوا؟ نقرب الكرسور رقم مكتوبه انود، ولهنا نقرب الكرسور رقم مكتوبه كاتود. هاي اليسر. هذايا التمرين نتاعنا، تقعد لنا البوطون هذايا، باش نجبد الكابل هذايا واش نربطه في البين من البينات الاخرين، مثال باش نربطه هذايا في 2. معناها شنو عندي لهنا؟ خذيت زوز بينات، البين 2 هذيا باش نقراو عليها الحالة نتاع البوطون، باش نعرفوا اسكو البوطون منزول ولا لا، باش نعرفوا هذا الكابلاج أنا موجود على البوطون 2، بالحالة نتاع البوطون 2 باش نعرف القرص منزول ولا لا. البوطون 3 بحسب الحالة نتاع البوطون، اسكو باش نخدم اللاد ولا لا؟ كان نحط ديجيتال ورايد على 3 هاي اللاد باش تخدم، نحط ديجيتال ورايد لو على 3 اللاد نتاعي ماشي باش تخدم، وجوي باهي على الاخر. مالا توا بحسب الكابلاج نتاعي خلينا نمشي نكتب البروجرام نتاعي. نحل الاردوينو لهني وندخل نتوكل على ربي. اول حاجه لهني نبدا بالفويد سيتاب. قلنا في الفويد سيتاب باش نعملوا كونفيغوراسيون نتاع البينات نتاعنا، بين مود والام ماجسكول. شنو باش نحط؟ عندي 2 لهني اوتبوت ولا انبوت، هاو نرجع شوف معي اثنين لهنا. شنو نعملوا عليها؟ اثنين باش نجيب التونسيون من الانتربتور وباش ندخلها على اثنين، معناها انبوت. اما الثلاثة باش نخرج على الثلاثة تونسيون باش تخدم لي اللاد اوتبوت. نشوفوا مع بعضنا لهنا، عندي اثنين لهنا انبوت، وعندي بين مود الثلاثة اوتبوت. باهي، فما حاجة أخرى نقول عليها ريمارك توا، مشني باش نحكي عليها ياسر، اللي هو فما حاجة أخرى اسمها input pull up. هذيك نستعملها حتى الريزيستور، هذه حتى الريزيستور دي رابيلا زيرو، ولا تسمى باللونجلي pull down resistor، هذا نجمو نستغناو عليه، خاطر فما ريزيستور انترن فوسط الميكرو كنترولور من الداخل، أما هذا تنعملو عليه حلقة وحده. خلينا توا بالدبة بالدبة، سياسة المراحل. نواصل هنا، نرجع للبروغرام تاعي. بين مود معناها اني جست حبيت نقول لك فما انبوت واوتبوت، وفما حتى انبوت بول اب، هذه نعملوا عليها فيديو وحده. نجي لثلاثه لهنا، شنو هو ثلاثه باش يكون هذا؟ باش يكون اوتبوت. نكتبهم ماجسكيل، انا شعلوا لي بالازرق معناها جاوي باهي، بوان فيرغول لنا وبوان فيرغول لهنا. باهي، تو باش نجي لفويد لوب. قلت لك الخدمه نتاعي نحبها على باز دي بوكل وايل. باش نجي لنا ونكتب وايل، شو نعمل هنا؟ ديجيتال
ريد على باش نقرا اثنين كان قريد على اثنين وقيد هاي شنو باش يجرى شنو معناها نرجع للكابلاج نتاعي كان اثنين هذايا وصلوا هاي شنو معناها معناها القرص هذايا منزول كي القرص هذايا منزول الفي سي سي هذا شي يتعدى من هنا وش يخرج لي على الانتر على البين اثنين شوف معايا كي يبدا الانتربتور منزول ها شو شو وصلنا هنا شو وصلها هاي معناها 5 فولت نرجع لخدمتي كان ديجيتال ريد ثين ايكوال هاي ايكالا هاي شو معناها معناها القرص منزول كل القرص منزول تحب اللاد نتاعي تشعل نحل اكولاد ونسكر اكولاد اني طاو في وسط الوايل شو نعمل ديجيتال رايت البين 3 اللي مربوطه باللاد شو نخرج عليها هاي معناها كان اني نزلت على القرص نحب البين 3 تشعل نخرج عليها هاي نحب البين 3 نخرج عليها هاي باش اللاد نتاعي تشعل هاي ياسر وكان ديجيتال ريد هذه اثنين ايكوال ايكوال هاي فولس ما تحققتش معناها معناها ديجيتال ريد لو معناها اني مش نازل على القرص شو نحب يجرى وقت نحب ديجيتال ورايد على ثلاثه لو ما نحبش الا تشعل القرص ما نزلتش عليه ما نحبش الا تشعل لان باش نحط لو ونكتبها بطبيعه ماجسكول نزلت فيريفاي انا قال لي داون كومبايلينغ معناها البروغرام تاعي صحيح وجاوبها على الاخر باش نعمل كنترول سي هنا وباش نمشي نهزو للسيميلاسيون على تينكر كاد نمشي لهنا كلمة كود ونعمل كنترول في نعمل ستارت سيميليشن عندي مشكلة هنا هنا فما مشكلة صغيرة به ينجم يكون عندي مشكلة في البروغرام ولا ينجم يكون عندي مشكلة في الكابلاج نرجع نثبت ميسالش لأني ما عندي حتى شيء البروغرام تاعي صحيح وجاوبه نزيد نثبت في الكابلاج نتاعي ينجم يكون فيه مشكلة به ها هي المشكلة شوف معايا لأن أنا عمل غلطة صغيرة في الكابلاج راهو الالكترونيك بالساهل باش تغلط فيه معناها لازم يكون عندك تركيز وطول بال تنجم الغلطه تفيق بها بالفيسا كي يبدا عندك خبره وتتعلم وكل شيء تنجم الغلطه تشدك برشا 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 نتذكر اني مره اني وصاحبي قاعدين نتعلم وقت اول مره باش نصلحوا لروبو قاعدين نتعلموا في قطعه اسمها شيلد موتور L298N هذا موتور درايفر لازم نركبوا له طونسيون والموتور درايفر راه ماشي كوماندين زوز عجله كي نقول لكم ثلاثة أيام وإحنا نبربشو فيه ولا بيخد منا مشينا شرنا واحد آخر قلنا يطلعش إحنا حرقناه شيء خذينا زوز بيلات ركبناهم أون سيري ركبناهم أون باراليل زدنا الفولتاج زدنا الكورو وشيء بعتالي بالزهر اللي معايا طفلنا معايا في الكلوب شعمل جاب شارجور متاع تليفون وكي خدمنا بالشارجور متاع تليفون خدم مشيل الموتور والموتورات تكمانداو ما عرفنا ان المشكله منين المشكله من الكورون الكورون تاع البيلات نستعملوا فيهم هذوك البينات تاع 9 فولت الكورون تاعهم اللي خرجوا فيه ضعيف ياسر حتى كي زدنا برشا بيلات اون باراليل نيت نزيدوا في الكورون ما عملنا حتى شيء في الاخر خاطر الكورون تخرج فيه باقي ضعيف بعد اللي عرفنا المشكله من الكورون ولا خذينا البيل اللي فيه ملي امبير بارور كيما تليفونك تخرج لك كورون مثال في الساعه تخرج لك 4000 ملي امبير معناها 4 امبير في الساعه تحب تطلب 8 امبير تشدك نص ساعه وعرفنا المشكله منين اما معناها الالكترونيك فيه طول البال عادي تصير لك غلطه اما لازمك تطول بالك تدرقها لهنا شنو هي الغلطه اللي عملتها انا ننزل ستوب سيميليشن الكابل هذايا مربوط في الهواء ما عنده حتى علاقه لازمني نربطه في الريزيستور نتاعي معناها اش نفسخه من هنا اش نجيب هذايا الكابل نتاعي لهنا هو اللي نربطه في الماس باش الكورون يتعدى منه يتعدى منه بعتالي يتعدى على البوش باتن بعتالي نروح على البلس اللي كنت رابطه لهنا ما عنده حتى علاقه بالدنيا تراه ننزل ستارت سيميليشن نشوف الغلطه صلحتش ولا تراه ننزل على البوطون نتاعي هاي اليسر هيك اللاد نتاعي تشعل نسيب البوطون اللا تطفى ننزل على البوطون اللا تشعل نسيب البوطون اللا تطفى ننزل على البوطون اللا تشعل نسيب البوطون اللا تطفى هيك نكونوا عملنا السيميلاسيون فيرتوال نتاعنا على تينكركاد ان شاء الله في الفيديو الجاي كالعاده باش نعملها لكم على البراتيك ملتقانا في الفيديو الجاي والسلام عليكم.